بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك، يعني عندما دفع من المزدلفة. فالتلبية من حين ما يحرم الحاج إلى أن يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يكبر. وحدثناه حسن الحلواني، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيان عن حسين بهذا الإسناد، وحدثنيه يوسف بن حماد المعني، حدثنا زياد يعني البكائي عن حسين عن كثير بن مدرك الأشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد والأسود بن يزيد قال: سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع أي بالمزدلفة: سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة ها هنا يقول: لبيك اللهم لبيك، ثم لبى ولبينا معه. يعني التلبية مستمرة من عند الإحرام إلى أن ترمي جمرة العقبة، كل ذلك وقت للتلبية. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء، يريد مسلم رحمه الله أن يروي عن شيخ آخر حاء. وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي قال جميعا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله ويعقوب الدورقي قالوا: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمر بن حسين عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة أي صباح عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لا عجبا منكم، كيف لم تقولوا له: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وحدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة، حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، موضع بين جبلين، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء أي لم يكمل، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، يعني المزدلفة. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء أي أكمل الوضوء،
ثم أقيمت الصلاة أي صلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. فليلة المزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي المغرب في عرفة، فإنما أخر المغرب حتى وصل المزدلفة. فالسنة ليلة المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء وتأخير المغرب إلى الوصول إلى المزدلفة. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب، المكان اللي بين الجبلين، لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك، يعني في المزدلفة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب، مكان بين جبلين، نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء، قال: فدعا بماء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، يعني ليس بكامل. قال: فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك، أي بالمزدلفة. قال: ثم سار حتى بلغ جمعاً، أي المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء. جمع تأخير، أخر المغرب إلى وقت العشاء، ثم صلى المغرب 3 ركعات، ثم أقام وصلى العشاء 2 ركعات. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد رضي الله عنهما: كيف صنعتم حين ردفت، أي ركبت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة؟ فقال: جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءاً ليس بالبالغ، يعني ليس كامل. فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني في المزدلفة. فركب حتى جئنا المزدلفة، فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى، ثم حلوا، أي حلوا رحل الإبل. قلت: فكيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال: ردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، يعني ركب وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي، يعني يمشي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزل الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا. فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك، يعني بالمزدلفة. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه كان رديف رسول الله، يعني راكباً وراءه صلى الله عليه وسلم، حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط لقضاء الحاجة،
فلما رجع صببت عليه من الإداوة وعاء من جلد في ماء، فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة رتفة راكب وراءه رضي الله عنه. قال أسامة: فما زال يسير على هيئته حتى أتى جمعا أي المزدلفة. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد. قال أبو الربيع: حدثنا حماد، حدثنا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا شاهد أي حاضر، أو قال: سألت أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه أي أركبه وراءه من عرفات، قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق، يعني سيرا وسطا، لا سريع ولا بطيء، فإذا وجد فجوة أي سعة نص أي أسرع. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الله بن نمير وحميد بن عبد الرحمن عن هشام العروة بهذا الإسناد، وزاد في حديث حميد قال هشام: والنص فوق العنق، يعني النص أسرع من العنق. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد، أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله ابن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة، ليس بينهما سجدة، يعني ما صلى سنن، وصلى المغرب 3 ركعات لأن المغرب لا يتغير لا في السفر ولا في الحضر، وصلى العشاء 2 ركعات. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي بجمع أي المزدلفة كذلك حتى لحق بالله تعالى أي حتى توفي رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة بن كهي عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى مثل ذلك. وحدث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك أي جمع بين المغرب والعشاء. وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا وكيع، حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال: صلاهما بإقامة واحدة، ولكن الصحيح بإقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، والأذان واحد. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع
أي بالمزدلفة، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة، يعني ورد أنه بأذان واحد وإقامتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق قال: قال سعيد بن جبير: أفضنا مع ابن عمر رضي الله عنهما حتى أتينا جمعا أي المزدلفة، فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف فقال: هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعاً عن أبي معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع أي بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. يعني العادة أنه ينتظر بعد الأذان، ولكن في ذلك اليوم ما انتظر وصلى الفجر يومئذ بأول وقتها، لا أنه صلى قبل الفجر، إنما معناه أنه صلاها مبكرا بعد الأذان. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال: قبل وقتها بغلس، الغلس هو بقية سواد الليل، يعني طلع الفجر فصلى في أول وقت الفجر. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب حدثنا أفلح يعني ابن حميد عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: استأذنت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله، يعني تخرج من المزدلفة قبل الفجر وقبل حطمة الناس أي الزحام، وكانت امرأة ثبطة يعني ثقيلة، يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا أي أخرنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. فرخص لسودة لأنها ثقيلة أن تخرج من مزدلفة قبل الزحمة قبل الفجر. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى جميعاً عن الثقفي قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كانت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها امرأة ضخمة ثبطة يعني ثقيلة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل يعني قبل الفجر، فأذن لها يعني خوفا من الزحمة. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة رضي الله عنها. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لا تفيض إلا مع الإمام، يعني بعد الفجر تدعو وتخرج بعدما يستنير النهار بعدما ينتشر الضوء قبل طلوع الشمس. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة
أم المؤمنين رضي الله عنها، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس، فقيل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكانت سوداء رضي الله عنها أم المؤمنين استأذنته، قالت نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع حاء، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا أبو بكر، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج، حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء رضي الله عنها وهي عند دار المزدلفة، هل غاب القمر؟ قلت لا، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت نعم، قال ارحل بي، فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها، فقلت لها أيها انتاه لقد غلسنا أي بكرنا، قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن أي أذن للنساء في الخروج من مزدلفة في آخر الليل خوفا من الزحام. قال النووي رحمه الله الظعن هن النساء أذن لهن قبل الزحمة. وحدثنيه علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج بهذا الإسناد، وفي روايته قالت لا أي بني إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لظعنه أي نسائه. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد حا، وحدثني علي بن خشرم أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج، أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل أي دفعت من مزدلفة في آخر الليل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو بن الدينار حاء، وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان عن عمرو بن الدينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع أي نخرج من مزدلفة في آخر الليل من جمع إلى منى، وفي رواية الناقد نغلس من مزدلفة يعني يخرجنا قبل الفجر خوفا من الزحام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد، قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أي في المتاعات أو قال في الضعف من جمع بليل. ابن عباس كان غلام فأذن له أن يخرج في آخر الليل مع النساء خوفا من الزحام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله يعني مع النساء في آخر ليلة مزدلفة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله يعني خوفا من الزحام،
وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر، يعني في آخر الليل، من جمع أي من مزدلفة، في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومعه المتاع. قلت: أبلغك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر، يعني آخر الليل. قلت له، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام من مزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يقول: الله أكبر الله أكبر مع كل حصاة. قال: فقيل له: إن أناساً يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي الجمرة، جمرة العقبة. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش قال: سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألفوا القرآن كما ألفه جبريل عليه السلام، السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها النساء، والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال: فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله، فسبه وقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأتى جمرة العقبة وهي الأخيرة، فاستبطن الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن الناس يرمونها من فوقها. فقال: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا ابن أبي زائدة حاء وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول: لا تقولوا سورة البقرة. واقتص الحديث بمثل حديث ابن مسر ابن مسعود قال سورة البقرة، فهو جائز. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله رضي الله عنه قال: فرمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة وهي الأخيرة وهي آخر منى. وحدثنا عبيد الله بن معاذ
حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: فلما أتى جمرة العقبة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو المحيا حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحيا عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لعبد الله رضي الله عنه: إن ناساً يرمون الجمرة من فوق العقبة، قال: فرماها عبد الله من بطن الوادي، ثم قال: من ها هنا والذي لا إله غيره رماها الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعاً عن عيسى بن يونس، قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته راكب على ناقته يوم النحر، ويقول: لتأخذوا مناسككم، يعني تقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثني الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حسين عن جدته أم الحسين قال رضي الله عنها قال: سمعتها تقول: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهما، أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا، ثم سمعته يقول: إني امرؤ إن أمر عليكم عبد مجدع، يعني إن صار أمير عليكم عبد مجدع، يعني مقطع الأعضاء، وحسبتها قالت: أسود يقودكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له واطيعوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة ولي الأمر وإن كان عبداً، فطاعة ولي الأمر فيها خير، ولا يجوز الخروج على ولي الأمر. وحدثني أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيس عن يحيى بن الحسين عن أم الحسين جدته رضي الله عنها قالت: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما، وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم: واسم أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد، وهو خال محمد بن سلمة، روى عنه وكيع وحجاج الأعور. وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم: حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخز، وورد في بعض الآثار مثل بعر الغنم، الحصى يكون مثل بعر الغنم لا يكون كبيرا، لأن رمي الجمرة أقيم لذكر الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. وأما بعد،
فإذا زالت الشمس يوم النحر رمى الجمرة ضحى، وأما بقية الأيام فبعد الزوال، أيام التشريق رمي الجمار بعد الزوال بعد الظهر. وحدثناه علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي رمى يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك في أيام التشريق فإذا زالت الشمس، أي الظهر. وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو. الاستجمار إذا استجمرت بالحجارة تكون الحجارة وتر ثلاث أو خمس، تو أي وتر، ورمي الجمار تو سبع، والسعي بين الصفا والمروة تو أي سبع، والطواف تو أي سبع. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو أي بوتر ثلاثة أو خمسة. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال: والمقصرين. فحلق الشعر عند التحلل أفضل، عند التحلل من الحج حلق الشعر أفضل. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والتقصير يكون من جميع الشعر، يقصر من جميع الشعر. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. دعا للمحلقين ثلاث والمقصرين واحدة. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين ما مرة واحدة، والتقصير يكون من جميع الشعر. وحدثناه ابن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فلما كانت الرابعة قال: والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعاً عن ابن فضيل قال: زهير حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. وحدثني أمية بن بسطام،
حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحسين عن جدته رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، ولم يقل وكيف في حجة الوداع. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري حاء، وحدثنا قتيبة حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن أن يبدأ بحلق الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله جعل فيه البركة، فكانوا يتبركون بشعره، وأما التبرك بغير الرسول فلا يجوز. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن، يبدأ بحلق الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه، قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه وأعطاه أم سليم رضي الله عنها. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة وشعرتين بين الناس، ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا أبو طلحة رضي الله عنه فدفعه إلى أبي طلحة. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن أي الإبل فنحرها والحجام جالس، وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه، ثم قال يحلق الشق الآخر، فقال أين أبو طلحة رضي الله عنه فأعطاه إياه. وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، سمعت هشام ابن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال يحلق فحلقه، فأعطاه أبا طلحة رضي الله عنه فقال اقسمه بين الناس. وهذا خاص للرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله جعل فيه البركة، وأما التبرك بغير الرسول فلا يجوز. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يعني أعمال يوم النحر، أولاً رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الشعر،
ثم الطواف والسعي، هذا الترتيب. لكن هذه الأمور لو قدم أخر بعضها على بعض يعفى عنه، وهذا من رحمة الله تعالى. لكن الترتيب رمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته ليراه الناس ويقتدوا به، فطفق ناس يسألونه، فيقول القائل منهم: يا رسول الله، إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر، فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارمي ولا حرج. قال: وطفق آخر يقول: إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق، فحلقت قبل أن أنحر. فيقول: انحر ولا حرج. قال: فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. يعني الأعمال، أعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة وذبح الهدي وحلق الرأس والطواف والسعي. حدثنا حسن الحلواني، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة، حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هو يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب أن كذا قبل كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث. قال: افعل ولا حرج. يعني أعمال يوم النحر، رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم حلق الرأس، ثم طواف السعي. وحدثناه عبد بن حميد، حدثنا محمد بن بكر حاء، وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي جميعاً عن ابن جرير بهذا الإسناد. أما رواية أبي بكر فكرواية عيسى، إلا قوله لهؤلاء الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وأما يحيى الأموي ففي روايته: حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشبه ذلك. وحدثناه أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب. قال أبو بكر: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: فاذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى، فجاءه رجل، بمعنى حديث ابن عيينة. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز، حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك، أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال: فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج. يعني أعمال يوم النحر، ليس كل شيء. حدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي:
والتقديم والتأخير، فقال لا حرج. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف طواف الإفاضة يوم النحر ثم رجع إلى منى وصلى الظهر. حدثني زهير بن حرب، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه، قلت: أخبرني عن شيء عقلته أي حفظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر، يعني يوم 13؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك. حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا ينزلون الأبطح، يعني أعلى المعابد. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، يعني النزول في أعلى المعابد، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، يوم النفر يعني يوم 13. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده، يعني نزلوا في المحصب أعلى المعابد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح أي أسهل لخروجه إذا خرج. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث حاء، وحدثنيه أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد عن ابن زيد حاء، وحدثنا هو أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلاً أسمح لخروجه أي أسهل لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر. حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النزول في أعلى المعابد ليس من أعمال الحج، إنما نزله الرسول لأنه أسهل لخروجه صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع رضي الله عنه: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته أي خيمته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح قال: سمعت سليمان بن يسار، وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع رضي الله عنه
وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يحمل المتاع متاع النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. الرسول عليه الصلاة والسلام نزل بأعلى المعابد وقال أن المشركين في زمن قبل البعثة، يعني في زمن في أول البعثة، كانوا قاطعوا بني هاشم إذا لم يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، فنزل فيه شكرا لله أن مكنه الله وخذل أعداءه. قال النووي رحمه الله: ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها على ذلك الكتاب الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر. فنزل هناك إظهاراً لشكر النعمة صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير ابن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، حدثني أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. فالنبي نزل شكرا لله على ما أنعم الله عليه وأيده ونصره صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا شباب، حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. العباس رضي الله عنه كان يخرج الماء من بئر زمزم ويسقي الناس، فاستأذن أن يبيت بمكة لهذا العمل الخيري وهو إخراج الماء من البئر وسقي الناس، فأذن له أن يبيت بمكة في ليالي التشريق.